ألا يقول لي ابن بالتبني ومات وترك ولدين وبنت، فهل لهم في الميراث؟ نعم، أولاده يرثونه، أما أنت فلا ترثه لأنه ليس ابنا لك. الله أبطل التبني في سورة الأحزاب، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فلا يجوز التبني في الإسلام. أما إنك تأخذ طفل ما له أحد وتربيه وتحسن إليه هذا طيب، لكن ما تتبناه تقول هذا ابني. أما إنك تأخذه تحسن إليه وتربيه تنفق عليه لا بأس، هذا طيب. وأما إنك تتبناه ويصير مثل أولادك لا، هذا حرام ولا يجوز. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ما تتبنى، ولكن هو أخوك في الإسلام فقط.